بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشرحه في الدارين آمين. الباب 32 من الكتاب 34، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. والدين هنا رمز لكل حقوق الآدميين. الدين هنا ليس هو الدين المالي فقط، بل الدين هو رمز لكل حق لآدمي. وكأن القتل في سبيل الله يكفر كل المعاصي والخطايا التي بين العبد وربه، ويبقى ما بينه وبين الخلق. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 88 بعد 904 آلاف، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. شوف، إن قتلت في سبيل الله لابد النية تبقى في سبيل الله، مهمة دي، تنويه على النية، الأعمال بالنيات. وأنت صابر يعني غير جزع، بغير جزع. محتسب يعني تنتظر الثواب من الله ولا تنتظر أجر الدنيا، هذه معنى الاحتساب. مقبل غير مدبر، لأن الإدبار عند ملاقاة الأعداء من الكبائر. مقبل يعني مهاجم، أما الإدبار من أجل خطة عسكرية فلا بأس، أما الإدبار بسبب انسحاب هو ده اللي منهي عنه، لأن ربنا بيقول إيه: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فإذا كان من أجل إيه؟ خطة حربية، فأدبر من أجل خطة حربية فمات وهو مدبر في أثناء هذه الخطة، فكأن إدباره هو إقبال. واضح؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. لما النبي أجاب الإجابة دي، قال جبريل، قال لسيدنا محمد: إلا الدين. فالنبي أعاد الإجابة وأضاف إليها استثناء سيدنا جبريل: إلا الدين. والدين هنا رمز إيه؟ لحقوق الآدميين. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله، بمعنى حديث الليل. وعن أبي قال: وحدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس حا قال: وحدثنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزيد أحدهما على صاحبه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر فقال: أرأيت إن ضربت بسيفي، بمعنى حديث المقبوري. وعن أبي قال: حدثنا زكرياء ابن يحيى ابن صالح المصري قال: حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش وهو ابن عباس القطباني عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبلي التجديد في الياء، أما اللام مكسورة بس بغير شد. أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يعني معنى كده أن الإنسان إذا خرج للجهاد في سبيل الله لابد أن يتحلل حقوق الآدميين. إذا كان عليه ديون يخلصها، إذا كان زعلان من حد يصالحه، إذا كان مقاطع إنسان يصله، فهمت؟ إذا كان شتم إنسان يستسمحه ويتأسف له. يعني يخرج في إيه للجهاد في سبيل الله ما فيش بينه وبين الآدميين أي تبعة. ليه؟ عشان أما يموت يبقى خلاص بقى، يبقى إيه؟ يبقى يغفر له كل شيء. وعن أبي قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني عياش بن عباس القطباني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. باب في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى. المؤمن غير الشهيد روحه تسبح في الأكوان حيث شاءت وتطلع على الجنة لكن لا تدخلها، إلا الشهيد روحه تطلع على الجنة وتدخل. فهمت بقى؟ دي الميزة بقى. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير وعيسى بن يونس جميعا عن الأعمش حاء قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال: حدثنا أسباط وأبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية، عبد الله بن مسعود يعني، عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عندية كرامة لا عندية مكان. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في جوفي. فقال يعني رسول الله يعني، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، يعني سألهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. باب فضل الجهاد والرباط. وعن أبي قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ ف
فقال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال: ثم من؟ قال: مؤمن. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره، يعني العزلة عن الناس لأن تجنب الناس شرك، لأن لما تقول أنا بعتزل عشان أتجنب شر الناس يبقى أنت أفضل من الناس، وهذا لا يليق، اتهم نفسك. يبقى الذي يعتزل يعتزل لماذا؟ ليجنب الناس شر نفسه، فهمت بقى؟ لا ليتجنب هو شر الناس، لأنه لو اعتقد أن الناس شر يبقى ميز نفسه على الناس. والله يقول: ولا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. وهل العزلة أفضل أم الخلطة أفضل؟ إذا كان من أهل العزائم فالخلطة أفضل، لأن هذا فعل الأنبياء والأولياء والصحابة الأجلاء، اختلطوا مع الناس ونشروا الدين وعاشوا معهم، فهم؟ فالخلطة أفضل وأعلى، لأن هي سنة الأنبياء والرسل والأولياء والصديقين والعلماء. أما ضعيف النفس الذي إذا اختلط مع الناس آذى الناس وآذوه وصار الناس له فتنة، يبقى العزلة بالنسبة له أفضل، يبقى العزلة رخصة للضعيف والخلطة عزيمة للقادر والعالم. وعنه به قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. يبقى دي خلطة، المجاهدة يعني خلطة، والجهاد عزيمة، مش كده برضو؟ قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. يبقى ايه؟ العزلة رخصة للضعيف. وعن ابي قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: اخبرنا محمد بن يوسف عن الاوزاعي عن ابن شهاب بهذا الاسناد فقال: ورجل في شعب، ولم يقل ثم رجل. والشعب هو الطريق الذي بين الجبلين، يسموه شعب. الشعب هو اي طريق بين الجبلين. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن بعجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، يعني على ظهره، متنه يعني يطير على ظهره، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه. كلما سمع هيعة يعني صوت استغاثة وحي على الجهاد، دي الهيعة، يبقى الهيعة يعني الايه؟ اللي هي الحيعلة، كأنه ايه؟ حي على الجهاد، يسمعها يجري على طول، يبقى صوت استغاثة او طلب للجهاد، او فزعة طار عليه يعني ايه؟ ركبه مسرعا، فشبه الاسراع على ظهر الفرس كالطائر الذي يطير. طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه، يعني يبقى في مظن الهلاك، في مظن الهلاك. او رجل في غنيمة، تصغير غنم، غنيمة تصغير غنم، في رأس شعفة أعلى الجبل، الشعفة هي أعلى الجبل، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. يعني مبتعدا عن الناس طلبا
للسلامة. وعن أبي قال وحدثناه قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم بهذا الإسناد مثله، وقال عن بعجة بن عبد الله بن بدر وقال في شعبة من هذه الشعاب خلاف رواية يحيى اللي قال إيه شعفة. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله الجهني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث أبي حازم عن بعجة، وقال في شعب من الشعاب: باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. يعني رجل كافر يقاتل مؤمن، فالكافر يقتل المؤمن، المؤمن يستشهد يدخل الجنة، والكافر بعد ذلك يدخل في الإسلام ثم يموت على الإسلام فيدخل الجنة، يبقى القاتل المقتول دخل الجنة. فهمت؟ يبقى قتل المؤمن حال كفره ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه فدخل الجنة. بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة الاثنين. وعن أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. ويضحك الله يعني كمال الرضا، يبقى الضحك إذا نسب إلى الله المقصود به منتهى الصفة وليس ذات الصفة، لأن الضحك معناه التغير، التغير الذي يطرأ على الإنسان فيصير في سعادة والله لا يتغير. يبقى يضحك هنا يعني معناه كمال الرضا، يعني يرضى الله كمال الرضا. قال: يضحك الله إلى رجلين أي يرضى الله عن رجلين كمال الرضا، يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا فيلج الجنة، فيلج يعني يدخلها، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. باب من قتل كافرا ثم سدد. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، يعني الكافر وقاتل الكافر من المؤمن لو عاش بعد قتل الكافر هذا ثم أصاب من الذنوب ذنوبا تستدعي له أن يدخل النار فلا يدخل نار الكافر بل يدخل نار التطهير، فلا يجتمعان في النار أبدا. حتى لو فرض إنه هذا القاتل للكافر عاش فترة من الزمان فخلط عملا صالحا وآخر سيئا ثم مات بعد ذلك واستدعته ذنوبه أن يدخل إلى نار
فلا يدخل نار الكافر، بل يدخل نار تطهير أخرى فلا يجتمع مع الكافر في النار أبدا. فهمت بقى المعنى؟ وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم ابن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر، عشان ما يشمتش فيه يضر أحدهما الآخر، لأن لو اجتمعوا في النار الكافر يقول له يعني أنت قتلتني على الكفر ودخلتني النار وأنت برضو جيت هو استفدت إيه بقى، يشمت فيه فينضر الاثنين. فهمت إزاي؟ فيقوم ربنا ما يجمعهمش أبدا عشان إيه؟ لا يضر أحدهما الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل من هم يا رسول الله؟ قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد. سدد يعني عمل بعض الأعمال الصالحة وبعض الأعمال الفاسدة ثم مات بعد ذلك، فاستدعت أعماله الفاسدة أن يعاقب بالنار فترة حتى يدخل الجنة بعد ذلك. فهمت ازاي؟ فلا يدخل نفس نار الكافر، لأن نار الكفار نار الخلود ونار المؤمن نار التطهير. واضح؟ وهي أعلى طبقة في النار، أما نار الكافر فهي في الدرك الأسفل، فهم؟ في الدركات السفلى. باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة، مخطومة يعني فيها الخطام بتاعها الذي تقال به، يبقى الخطام الناقة هو الحبل الذي تقال به الناقة. قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، لأن هي النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف، النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة حاء قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. ونقف على باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وإنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وبارك لنا في أعمالنا وفي أرزاقنا وفي عافيتنا وفي أهلينا ومن حولنا وفي سائر أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبرك وشفعه فينا يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.